إلى القاهرة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ينضم إلينا في هذه الأثناء. سعادة السفير أهلا بك معنا، تابعنا منذ لحظات دعوة الجامعة العربية جامعة الدول العربية الأطراف المتقاتلة إلى هدنة أقله خلال أيام العيد وآمال بأن تلقى هذه الدعوات أذانا صاغية، هل تتوقع أن يحصل ذلك؟ يعني أنا على أقل تقدير آمل أن يحصل ذلك، ونتطلع إلى أن يسود العقل بين الجهتين المتقاتلتين، لأنه الوضع كما نتابع جميعا هو وضع في غاية الصعوبة، والانعكاسات على المدنيين في السودان انعكاسات كارثية، إن بخصوص الإمكانية الحصول على غذاء ودواء وما إلى ذلك والاحتياجات الإنسانية العاجلة، وكل هذه الأمور توقفت بالكامل فور اندلاع الاشتباكات المسلحة. وبالتالي النداء الذي أطلقه الأمين العام للجامعة العربية هو نداء إنساني بحت، ونأمل أن هو يكون محل نظر من الطرفين ومحل استجابة. لا نعتقد أن العيد عيد الفطر يمكن أن يحل على أهلنا في السودان وهناك جنود متقاتلين في الشوارع، هذا أمر يصعب تصديقه ويصعب القبول به صراحة، فنناشد فيهم المروءة ونناشد فيهم عروبتهم وإسلامهم، لأنهم الحقيقة يعني جنود، هم جنود للسودان، ويعني ما حدث أمر مؤسف للغاية، نرجو أن هم يتوقفوا عنه في أسرع وقت ممكن. طبيعة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية للتهدئة ووقف إطلاق النار سعادة السفير؟ يعني الحقيقة نتواصل مع الجميع بخصوص هذا الموضوع، جهود سياسية في المقام الأول. الآن نحن بصدد إصدار يعني بيان رباعي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لكي نعكس رأيا عاما دوليا من جانب المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن السوداني، يقوم على أساس المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف عملية التصعيد المستمرة والعودة عنها، وإتاحة الفرصة للجهد المبذول لكي تتوقف الأسلحة وتستعيد حالة الهدوء. هذا البيان ننتظر أنه هو يطلع، يمكن يصدر في خلال الساعات القادمة. وغير هذا طبعا هناك اتصالات تتم مع بعض الأطراف السودانية، للأسف التواصل مع القيادات أصبح أمرا في غاية الصعوبة، سواء بسبب الاتصالات ذاتها أو بسبب أنه الجميع أصبح لا يريد أن يرد على هاتفه، فهذا الأمر طبعا يضع الجهد كله في وضع صعب، لكن لا نيأس ونستمر في العمل ونستمر في التواصل وطرق جميع الأبواب لكي يتوقف هذا الوضع الصعب. سعادة السفير، انطلاق شرارة هذا الاقتتال في الوقت أو المرحلة التي يحاول فيها الوطن العربي طي صفحات النزاعات والصراعات وتصفير المشاكل، إلى أي مدى يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العربي وتأثير أو انعكاسات هذه الأزمة على محيط الإقليم للسودان؟ طبعا الأمن القومي العربي يتأثر سلبا بأي وضع فيه هزة في الاستقرار أو مواجهات مسلحة من هذا النوع في أي دولة عربية. السودان دولة عربية غنية وجزء مكون رئيسي في المنظومة العربية، اقتتال بعض أبنائه أو كما نرى بعض جنوده هو أمر مؤسف للغاية ومحزن، ولكنه أيضا يؤثر على الجميع، يؤثر على الدول المجاورة له، الدولة العربية المجاورة له بشكل كبير هي مصر طبعا وأيضا ليبيا.
بشكل أقل، وهناك دول أفريقية عديدة مجاورة له. طبعا كل الذي يحدث في السودان له مسار سوداني سوداني كان يعني يختمر فيه الأمر، وبصدد أنه يتم الوصول إلى تفاهمات وتوافقات واتفاقات. للأسف الأمور لم تصل إلى خواتمها المبتغى، ويعني حصل ما حصل واندلعت الاشتباكات بهذا الشكل المؤسف. فلذلك مرة أخرى نناشد الجميع التوقف عن الاشتباكات المسلحة خلال فترة العيد، وإتاحة الفرصة للمدنيين من أبناء السودان لكي يلتقطوا أنفاسهم في هذه الفترة اللي هي عيد المسلمين، حتى يمكن للمدنيين أن يقضوا حاجاتهم في ضوء هذا الوضع، ولعل هذه الهدنة ينتج عنها شكل من أشكال وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر. في حال لم تلتزم الأطراف المتقاتلة بهذه الدعوات ساعة السفير، ما برأيك الخطوات التي يمكن أن تلي هذه الدعوات على المستوى الدبلوماسي؟ نتحدث هنا من جانب الجامعة، جامعة الدول العربية بالتحديد. يعني طبعا جامعة الدول العربية في خلال شهر لديها قمة العربية العادية المنتظرة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعني الأمل معقود أنه الاشتباكات تتوقف والأمور يعني تسترجع الهدوء في السودان. ولا أريد أن أتصور أنه من الممكن أن يستمر مثل هذا الكابوس على أبناء السودان وأهل السودان حتى انعقاد القمة. الجهد الدبلوماسي سوف يستمر حال استمرار الاشتباكات المسلحة، الجهد لن يتوقف. سوف نستمر في مخاطبة كافة الأطراف، الدول، المنظمات التي لديها اتصالات بالطرفين لكي يعود الطرفان عن شفا الهوية التي هم بصددها، يعني نستعيد هذا القدر من الهدوء المطلوب للسودان. ساعتك الوضع الإنساني في السودان كما تتابع من خلال التقارير التي ترد يعني مزري للغاية، وتحديدا الوضع على مستوى القطاع الصحي، ما الجهود التي قد تبذلها جامعة الدول العربية على مستوى الدعم الإنساني أقله ومحاولة يعني المساعدة في حلحلة هذا الوضع؟ شوفي حضرتك، احنا يعني طبعا كجامعة الدول العربية كمنظمة ليست لدينا قدرات ذاتية لتقديم الدعم، ولكننا نقوم بتنسيق مسألة المساعدات الإنسانية وتعبئة للمساعدات الإنسانية لدى الدول العربية القادرة على أنها تقدم مثل هذا الدعم، لكن كل هذا مشروط بتوقف الأعمال العدائية، وحتى يمكن لنا أن إحنا يعني نسمع عن فتح المطارات، لأن المطارات معطلة مثلا. فبالتالي كل الحديث عن المساعدات الإنسانية هو حديث يعني ليس حديثا واقعيا في هذه اللحظة، لأنه من الصعب نزول طائرات في المطارات في اللحظة الحالية. ولكن طبعا الجهد مستمر، سوف يكون هناك عمل محترم لتعبئة الموارد فور الاستطاعة، ونأمل أنه تتاح الفرصة للدول العربية فرادى أو بشكل جماعي أنها تعطي ما لديها وتساهم بما لديها في تخفيف المعاناة عن المدنيين من أبناء الشعب السوداني. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، شكرا جزيلا لحضرتك.